مشاهدي الكرام، يا مالكن قلبي هو القنبلة اللي داخلين فيها بقوة السنة هذه. بعد شو السبب في ذلك؟ لأن آخر شيء صورته في الحياة إن أشوف الشخصين واقفين جنبي يمثلون فايز السعيد أوكي وشذا حسون. شو اللي حدكم على هذا الموضوع؟ والله أنا بالنسبة لي مالي شغل، شذا هي اللي اقترحت عليه الموضوع وشذا مثله قبل، أنا أول مرة. شذا كيف أقنعتيه؟ أبا أفهم. شوف الحقيقة الفكرة مع الأستاذ أحمد الجسمي أنه يكون في مطربين يمثلوا، فالحقيقة لما قال لي أنا وحدي كنت أفكر، بس لما قال يعني كنت شوي مو هواية بالموضوع، بس أول ما قال لي أنه فايز سعيد أكو اقتراح أنه يكون موجود لأنه كان مخايف يسأل فايز يعني ما عارف إذا حيقبل أو لا. فالحقيقة لما فايز يعني احنا ضلينا انا ويا اكثر من شهور يعني اذا نفكر ايه لا ايه لا ايه لا الى ان اخيرا يعني قبلنا والحمد لله. يعني الفكرة الحلوة انه انا وياه في نفس المسلسل. شوف هي قالت الحمد لله، فايز انت انسان صريح وتعطي في الوجه، شو رايك بنفسك كممثل؟ والله اتوقع انكم راح تتفاجئون فيه. من ناحية المفاجأة بنتفاجئ. بتتفاجئون انه امثل زين يعني. ايه انك ممثل زين هذا الكلام مفروغ منه، بس خبرني شو اللي بيضيف لك هذا المسلسل؟ وشوف هو مش يعني هي تجربة جديدة، ولو مو بالقصة فيها شذا حسون وفيها اقناع من احمد الجسمي، القصة اصلا حلوة وعارف الطويل المخرج اللي هو فعلا علمنا الكثير من خلال هالمسلسل. يعني اللي بيشوفنا بيقول هذيل اكيد متدربين وماخذين كورسات وداخلين معاهد، الحمد لله كله يعني طريق يعني مساعدة عارف الطويل واحمد الجسمي وقفوا ويانا وايد. اكيد قناة ابو ظبي حضيف لنا اني وفايز، يعني قناة ابو ظبي من القنوات المهمة جدا واصلا هي محضورة. طبعا وجودنا احنا كفنانين شوي خلى الناس تتساءل شلون حيطلع هذا المسلسل، يعني اثنين فنانين يعني عندنا جمهورنا كل واحد عنده جمهوره يحبونه. وهاي الواحد كم مره بيعيش؟ بيعيش مره واحده. شلون تهجم على بيت وزوجتي؟ زوجتك الو رايلك مو بدكتور. اكتشفت في يوم من الايام حقيقتك. Stop following us.